يا زلمه انت لما قلت الجزائر بدني رجف. والله احنا بنقدم تهنئه خاصه لاهلنا في الجزائر من كثر ما احنا بنحبهم وكل عام وانتم بخير. طبعا بقول لاهلنا في الجزائر كل عام وانتم الى الله اقرب. بضلوا اهلنا برضو في الجزائر وفي تونس والمغرب. مرحبا متابعينا الكرام، ورجعنا لكم بفيديو جديد وحلقه جديده على قناتي انا حسام بالحاج. طبعا بكل تاكيد بنقول لكم كل عام وانتم بالف خير بمناسبه عيد الاضحى المبارك. بكل تاكيد بنحيي كل الدول العربيه واهلنا بالجزائر وتونس وشعب المغرب الاصيل والاردن وقطر وكل الدول العربيه المحبه للسلام ولشعب فلسطين. كل عام وانتم بالف خير، عيدكم مبارك. في هاي الحلقه حبينا ننزل ناخذ تهاني خاصه لاهلنا واحبابنا في الجزائر وللدول العربيه وفلسطين اجمع. يا ترى شو حيكون تهاني الشعب الفلسطيني بمناسبه عيد الاضحى المبارك؟ خلينا نشوف مع بعض. بس قبل ما نبلش لا تنسوا الاشتراك بالقناه وتفعيل زر الجرس ليصلكوا كل جديد. ويلا معنا على الحلقه. مرحبا يا استاذ. حيا الله. اهلا وسهلا. كيف حالك؟ يرضى عليك يا رب. تعرف فيك ابو حسام العشي. أبو حسام، على فكرة أنا حسام كمان. حبيبي يا عم، الله يرضى عليك، كل عام طيبين. كل عام وأنت بألف خير. طيب، بمناسبة عيد الأضحى المبارك حبينا ننزل لشوارع غزة ونقدم تهنى لأهلنا في الجزائر والدول العربية وفلسطين أجمع. شو تهنئة؟ بنقول لهم كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله العام القادم يكون أفضل من الوضع اللي إحنا فيه حالياً، وإن شاء الله ربنا يجمع شملنا على الخير ويجمع كلمة الحق وكلمة الإسلام اللي نقدر إن شاء الله تعالى ناخذ حقوقنا ونخلص أمتنا من الكرب اللي فيه. نرجو الله سبحانه وتعالى. ليش لما قلت لك قدم تهنى لأهلنا في الجزائر قدمتها بكل حب وود؟ بضلوا أهلنا برضو في الجزائر وفي تونس والمغرب، بقية أهلنا وبقية إخواننا وين كل في الوطن العربي من المشرق للمغرب للشمال للجنوب، كلهم أهلنا وكلهم عزوتنا وكلهم جماعتنا. طيب كلمتك تهنيتك لفلسطين. كل عام وانتم بخير، وان شاء الله ربنا بحرر الاقصى ان شاء الله قريبا، واحنا رب العالمين يوفقنا لكلمه الحق وكلمه الخير ويوقف معنا رجل يكون صالح يخلص الامه من كل شيء غلط ومن كل شيء مش موجود. كل عام وانت بالف خير. هاي هديه مقدمه. طبعا هذا حلوان العيد زي ما بقول. كل عام وانت بألف خير، والقدس تبقى عاصمة إن شاء الله فلسطين بأمر الله. مرحبا عمو بتاع. كل احترام. كل ما راسي كفم. الله يرضى عليك. الحمد لله. طبعا بتشرفنا في فيديوهات كتير، وبكل تأكيد كلمتك لازم تكون واجبة معنا في كل حلقة. أنا سعيد أكثر بكل اللقاءات وبكل الفيديوهات اللي بتنشر، طبعا الكل بيكون مبسوط فيها وأنا ببقى سعيد أكثر. اليوم من شوارع غزة شوارع فلسطين نازلين نقدم التهنئة لأهلنا بالجزائر بالتحديد ولفلسطين والدول العربية بشكل عام. إيش تهنيتك لهم؟ أول حاجة تهنيتي من قلبي لأهلنا في الجزائر وأحبتنا في الجزائر، الشعب العظيم الشعب المعطاء. كل احترام لهم وكل عام هم بخير، وإن شاء الله يكون عاد علينا وعليهم وهم بألف خير يا رب. وطبعا تحياتي بالعيد بتروح لكل أهلنا في فلسطين وخارج فلسطين في الدول الأجنبية والأوروبية والعربية، لكل جاليات الفلسطينية موجودة غاد، نقول لهم كل عام وهم بألف خير. وتحيتنا لأهل فلسطين في غزة والضفة والأردن والشتات، وألف خير بألف خير يا رب يا رب إن شاء الله. في كل تأكيد بنأكد في حلقتنا أن القدس تبقى عاصمة لمين؟ أحلى شباب. طبعا أكيد فلسطين عاصمة القدس، يعني القدس عاصمة فلسطين الأبدية، وبإذن الله عائدون للقدس. نحن والجزائر والدول العربية التي تحب فلسطين. أكيد أكيد الجزائر أول الناس، أول بلد بالمقدمة حتكون بتشارك بفلسطين بإذن الله. نحن لك وكل عام وأنت بألف. وأنت بألف خير. مرحبا حبيبي. حياك الله. لو بارك. تمام الحمد لله. مالك زعلان؟ انت بتضحك دائما يا راجل. انا بضحك لانك انت حبيبي، اكيد الابتسامه حلوه. على راسي حبيبي. طيب اليوم من شوارع غزه من شوارع فلسطين بنقدم تهنى لاهلنا بالجزائر والدول العربيه وفلسطين، ايش راح تقدم تهنى؟ طبعا بقول لاهلنا في الجزائر كل عام وانتم الى الله اقرب، وعيدكم مبارك، واضحيه تتقربون اليها الى الله. وطبعا اهلنا في الجزائر انتم اخوتنا في الدين وفي العرق، فاحنا منا واليكم، يعني دائما احنا دائما اخوه في الاسلام واخوه في الدين، وان شاء الله ربنا يحرر المسجد الاقصى ونكون يد بيد مع جميع الدول العربيه، وان شاء الله الى الامام. وكل عام وكل المسلمين بالف الف خير. تهنئتك لفلسطين بشكل عام.
تهنئة لفلسطين، الله يعينها الشعب الحزين اللي مرت عليه حروب وسنين، فإن شاء الله ربنا هيك يغير حالنا من حال إلى أحسن إن شاء الله. وإن شاء الله عيدنا السنة الجاية إن شاء الله هيكون بتحرير المسجد الأقصى وأكنافه بإذن رب العالمين. كل حال كل عام وأنت بألف خير، هاي هدية مقدمة لك بكل تأكيد في حلقتنا. حلوان تحلى فيه دولار، احنا دولار على راسي. بكل تأكيد بنأكد في كل حلقة القدس ستبقى عاصمة أكيد للقدس لفلسطين. على راسي كل التحية، حياك الله. مرحبا يا غالي. كل المراحب، كيف حالك؟ يسعدك يا يعطيك الف عافية، يعافي قلبك. ايش رايك في اجواء العيد؟ والله الاجواء هي فرحة للناس كلها، اجواء يعني مش ولا بد، هو الوقت مش مناسب بس الحمد لله على كل حال. الحمد لله على كل حال. من شوارع غزة فلسطين بالتحديد قررنا ننزل ونهدي اهلنا بالجزائر وفلسطين والدول العربية تهنئة العيد. ايش راح نقول؟ كل عام الأمة الإسلامية والعربية بألف خير عامة، وخاصة أهلنا في الجزائر الشقيق، أهلنا العروبة، إخوتنا في الدين والدم والإسلام، ومساندين القضية الفلسطينية وبهدي شعبنا الصابر. فلسطين عامة وأهل غزة خاصة، على الأوضاع اللي احنا بنعيشها، طلعنا من حرب بحصار تام، شحاح في البضاعة، في الموارد الطبيعية، مواد البناء، يعني الخناق كل عربي متكالب علينا بالنسبة للحكام وليس الشعوب، كل الحكام متكالبين علينا، والظروف الصعبة اللي بنمر عليها بنقول لهم كل احترام وحب وتحية وتقدير لشعب أهل غزة. كل حال غزة الحمد لله، كل عام وأنت بألف خير. هاي هدية مقدمة بمناسبة العيد. في كل حلقة بنأكد لك إنه القدس ستبقى عاصمة لمين؟ أبدية لفلسطين وعاصمة للعرب أجمعين. شكرا لك، كل عام وأنت بخير. وأنت بالصحة والسلامة حبيبي. مرحبا أنا بشار. هلا يا قلب حبيبي يا قلب، مشتاق لك. الله يسعدك. طبعا كل مرة بحب أطلعك معي عشان عارفك وتحب أهلنا في الجزائر. عباس على الجزائر. طيب اليوم بمناسبة عيد الأضحى المبارك حابين نقدم تهنئة حلوة خاصة لأهلنا في الجزائر وعامة للدول العربية وفلسطين. عامة للدول العربية وفلسطين، أول شيء كل عام وأهلنا فلسطين بخير، كل عام وأهلنا بلدنا الثانية وبلدنا الحبيبة أهل الجزائر، يعني إحنا ويوم بلد واحدة، وإن شاء الله هيك ما يجي العيد الجاي إلا نكون في بلد واحدة. وقد ما بدي أحكي مش حوصل في القلب إلهم، لأنه كلام مش عارف كيف بدي يطلع. أنت الحب خلص، أما مع الحب موصول من القلب إلى القلب. على راسي. طيب لما بنقدم تهنئة لأهلنا في الجزائر بالتأكيد لأننا بنحبهم، صح ولا؟ أكيد هم بحبونا لأنه انولدنا وعارفين إحنا الجزائر من قبل ما نولد. أنا ده بحكي لك الكلام، يعني أنا بعرف معرفتهم مش اليوم ولا امبارح، من أول من ولدت وأنا الجزائر الجزائر الجزائر، يعني طول عمرنا مع بعض. على راسي. هاي هدية حلوة مقدمة بمناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا بكل تأكيد بنأكد في كل حلقة القدس عاصمة لمين؟ لفلسطين. شاء من شاء و شاء من شاء و أبا من أبا، وإن شاء الله على القدس رايحين شهداء بالملايين. على راسي. شكرا. مرحبا أنا حبيبي. يا هلا، كيف حالك؟ والله الحمد لله تمام. كل عام وأنت بألف خير. طب الصحة والسلامة، كيف أجواء العيد؟ والله الحمد لله تمام، نحمد الله. طيب اليوم من شوارع غزة شوارع فلسطين حبينا نقدم تهنئة حلوة لهنا في الجزائر خاصة وفلسطين والدول العربية عامة. والله احنا بنقدم تهنئة خاصة لأهلنا في الجزائر من كثر ما احنا بنحبهم، وكل عام وانتم بخير، والله يجعل عيد الأضحى هذا حلو وسعيد علينا وعليكم يا رب، وعلى كل أمة محمد وكل الدول العربية يا رب. ليش قدم التهنئة حلوة يعني لأهلنا في الجزائر بالتحديد وخصيت أهلنا الجزائر؟ يعني ما فيش عليهم كلام، للأمانة بنعزهم، هم موجودين في قلوبنا، عشان هيك بنقدم لهم تحية قبل كل العرب وكل الدول. راسي. شكرا لك. طيب احنا في حلقتنا بنأكد دائما القدس ستبقى عاصمة لفلسطين، إشي أكيد هذا. شاء من شاء وأبا من أبا، ومحمد الدريم اللي هو اللي حكى مش عاجبه وين يروح؟ يروح على بحر خانونس يشرب مية متلجة. راسي. هاي هدية مقدمة لك ونسمة عيد، كل عام وأنت بألف. وأنت بالصحة والسلامة حبيبي. مرحبا حبيبي. أهلا وسهلا حبيبي. حالك؟ تمام الحمد لله. عرفنا بنفسك. تائر سلامة. على راس السيس تائر. طيب السيس تائر كل عام وأنت بألف خير بمناسبة عيد الأضحى المبارك. وأنت بالصحة والسلامة. في شوارع غزة في شوارع فلسطين بالتحديد قررنا نهدي أهلنا بالجزائر والدول العربية أجمع وأهلنا في فلسطين تهنئة بمناسبة العيد. إيش راح تقول؟ يا زلمة أنت لما قلت الجزائر بدني رجف. يا ورد علي هيك. طبعا الجزائر منهنئة في كل وقت، هي والدول العربية طبعا، بس الجزائر أكثر لفلسطين، يعني العشق الجزء من قلب هذا الجزائر، يعني كل الحب للجزائر، ومنهنيهم كل عام وهم بخير، كل سنة وهم سالمين. مناسبة العيد الأضحى إن شاء الله يكون عيد سعيد على أمتنا الإسلامية والعربية، على كل الدول وبالخاصة الجزائر. كل التحية لك. تابوا كلمتك لفلسطين.
طبعا كل الحب فلسطين امي. طبعا بكل تاكيد بناكد في حلقاتنا ان القدس ستبقى عاصمه لغزه لفلسطين شاكيد شاء من شاء وابى من ابى من ابى واللي مش عاجبه يجي يشرب من بحر غزه. على راسي هاي هديه مقدمه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. كل عام وانت بخير. وانت بخير حبيبي اخي. وبهيك متابعينا الكرام وصلنا لنهايه حلقتنا لهذا اليوم وشفنا تهالي الشعب الفلسطيني بشكل خاص لاهلنا بالجزائر وبشكل عام للدول العربيه وأهلنا في فلسطين. كل التحية لهنا في الجزائر، كل التحية للدول العربية، كل التحية لكل من يساند القضية الفلسطينية. كل عام وأنتم بألف خير. كل عام والشعب والأمة الإسلامية والعربية بألف خير. كل عام وكل من يحب فلسطين فهو بألف خير. عيدكم مبارك، عيد جميل علينا وعليكم. نتمنى أن يكون هذا العيد هو آخر عيد، والعيد الآخر والآتي يكون بتحرير المسجد الأقصى بإذن الله تعالى. كل التحية لكم مشاهدينا الكرام من منبري هذا منبر حسام أبو الحاج. كل عام وأنتم بألف خير. بهيك وصلنا لنهاية حلقتنا. لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد. إلى لقاء جديد، والسلام عليكم ورحمة الله، وكل عام وأنتم بألف خير.